السلام عليكم حبيبتي، جيتكم بهذا الفيديو جديد من قناة جليلة أم زولة. يا رب تفرجها علينا وتقاد أمورنا يا رب العالمين، وترحمنا برحمتك وتعفو علينا يا رب العالمين. يا رب تفرجها علينا، الله يبعد علينا هذا البلاء، هذا الوباء يا رب العالمين. كي قالوا الناس القدام كيقول لك الشتاء وصحات، ولكن هاد الشتاء هادي هي خير من عند الله سبحانه وتعالى، الخيرات وكل خيرات، ولكن خلات اثار كبير، خلات مضرات كثيره. و يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين، ما رجعش فيها اضرار، ما رجعش فيها خسائر، ما رجعش فيها ارواح، كلشي الحمد لله على خير. سمحنا خويا على الشتا وكنبغيها الحمد لله، وكنحب التعازي ديالي الناس اللي ضروا مساكن، الدار اللي طاحت، والارواح اللي مشات، والناس اللي خسروا لهم حوايجهم وفقدوا الاموال ديالهم وصحتهم وكلشي. يا رب العالمين ترجع لنا بالخيرات يا رب العالمين، ما رب العالمين. ما شاء الله على الخيرات سيدي ربي، ما شاء الله على هاد الشتا، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله على هاد الشتا، الحمد لله هاد الخيرات وعلى هاد الشي كله. يا ربي ما تجعلش فيها ضر الناس، ما تجعلش فيها ارواح طيب، ما تجعلش، لان الناس ضروا في كازا في المحمديه جات مجهده. يا رب العالمين يا ربي يا ربي يا ربي، سروري وشتاوات والخير سيدي ربي. يا ربي يمشي علينا هاد المرض، هاد الشتا كتنقي الدنيا، كتعطي الخير سيدي ربي في المنتوجات الفلاحيه ديالنا. الله يصاوب الله يقاد الامور لينا وليكم جميع المسلمين يا رب العالمين، الحمد لله على هاد الخيرات. ما شاء الله ما شاء الله على خيرات سيدي ربي، ما شاء الله على الخيرات، ما شاء الله يا رب العالمين، ما شاء الله 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 على الخيرات. شتاوات شتا شتا سبروري وخير، يا ربي نتمتعوا بها، يا ربي ما تجعلش فيها اضرار للناس يا رب العالمين يا ربي. تأثرات الناس بزاف الصراحة، في ديورها، في الفيرمات، في الحقول، في الشارع، الحمد لله. يعني صبات شتا قوية جات مجهدة، ولكن قضاء الله سبحانه وتعالى. شتا قال لك صبات وصحات، فعلا صبات وصحات، لكن خلات الأضرار كثيرة، الأضرار صعيبة بحال هاد الفيرما هادي، الطريق يعني سيرتو الناس اللي في العربية تاهما بزاف، يعني الطريق مع التربة هكا كثيرة، التربة تقلتات الماء والغيس، ما كيلقاوش كيفاش يدوزو باش يمشيو ويتقداو ولا باش يقضيو الحاجات ديالهم، كيما وقع في كازا في الطريق تا هي في أي بلاصة. سبحان الله العلي العظيم، يا ربي ترحمنا برحمتك. جات شتا قويه كثيره، هي شتا في الصراحه محتاجينها، محتاجينها الفلاحه، محتاجينها حنا بزاف، محتاجينها في الحقول، محتاجينها المنتوجات الفلاحيه. هادشي اللي وقع خطير بزاف، الطرقان كيتسدو، الطوموبيلات، الاضرار يعني كثيره كثيره بزاف. يا ربي تلطف بينا، يا ربي ترحمنا، والحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يعني الناس راه دارت المستحيل، وتعاونوا تعاونوا الناس بعضياتهم، تعاونوا بزاف. اللي وقع ليه بحال هكا كيعاون الاخر في الطريق، الطوموبيل ملي كتغرق كيحاولوا ان يجروها ويكحزوها. الناس يعني مساكن هكا طلع لهم الماء حتى لفخادهم الفوق، يعني طلعوا حوايجهم وغاديين، ولكن ما عندنا ما نديرو، الطوموبيلات غرقوا، الناس تاثرات. يعني هذا الشيء ديال الله سبحانه وتعالى. الناس شوف الشباب كيفاش كيتعاونوا، الحمد لله الشباب تعاونت، تعاونوا تعاونوا الناس بزاف، يعني داروا المستحيل. الطوموبيلات اللي وقع لهم هكا جروهم وتعاونوا،
وفي تا الويدان سبحان الله، الويدان تا هما الواد حمل، الويدان حملات، حملات بزاف سبحان الله العلي العظيم، سبحان الله العلي العظيم. جات الشتا مجهده، حنا ديما كنا كنطلبوا الله سبحانه وتعالى الشتا بغيناها، ولكن تجي في وقيتها وما تسببش في هاد الخسائر مادية وخسائر روحانية، يعني في الروح دوك الناس اللي تحت الأنقاض ديال داك الدار. يعني الشتا جات كتيرة وخطيرة، والحيوطة على حق على سبة، وفي زقوت بللو بزاف، والدار طاحت الحمد لله، لأن الناس خرجوا هربوا، خرجوا من ديورهم، لكن بقاو شي خمسة الناس مساكن. داك الشيء اللي قسم عليهم الله سبحانه وتعالى، مكتاب ليهم شو الحقول، شو الفلاحة مساكن، الفلاحة مساكن ما الفلاحة كيدوخو ملي كيوقع هكا، كيحماقو على الشتا، ولكن تصب تهبط الأمطار، تهبط على قد الفعل ديالها، يعني اللي محتاجاها داك الأرض. ملي كتصب كتر من كيمشي داك المزروعات كاملين، داكشي كلشي اللي هما خدموا عليه مساكن وتعذبوا عليه وتكرفصوا، داك المنتوجات الفلاحية كيبغيو انها تعطي ونستافدوا حنا ويستافدوا تا هما، ولكن الله